وحول إعصار فلورنس لقي 5 أشخاص حتفهم بينهم امرأة ورضيعها في ويلمنغتون بولاية نورث كارولينا في شرق الولايات المتحدة عندما اجتاح الإعصار فلورنس أمس. وأغرق الإعصار الشوارع بمياه الأمطار الغزيرة مع ارتفاع كبير في منسوب مياه البحر قبل أن تتراجع قوته ليتحول إلى عاصفة استوائية لا تزال قادرة على إحداث دمار هائل. إعصار فلورنس المدمر اجتاح ولاية كارولينا الشمالية في شرق الولايات المتحدة الأمريكية محدثا دمارا كبيرا ومتسببا بمقتل 5 أشخاص على الأقل حتى الآن. 10 ملايين شخص من المتوقع تأثرهم بالإعصار وآثاره المدمرة، فيما وجهت السلطات الأمريكية أوامر لأكثر من 1 مليون شخص بإخلاء سواحل ولايتي كارولينا الشمالية وكارولينا الجنوبية. الإعصار أغرق الشوارع بمياه الأمطار الغزيرة مع ارتفاع كبير في منسوب مياه البحر قبل أن تتراجع قوته، فيما أشارت مصادر إلى أنه ما زال قادر على إحداث دمار هائل. حاكم كارولينا الشمالية أعلن أن فلورنس سيواصل اجتياح الولاية بقوة ل4 أيام قادمة، وأوضح أنه من المتوقع أن يغطي إعصار الولاية بالمياه بارتفاع عدة أقدام. المركز الوطني للأعاصير قال إنه من المتوقع أن يحدث تراجع تدريجي في قوة العاصفة المدارية مع توغلها برا خلال 2 يوم، وإنه من المرجح أن تضعف لتصبح منخفضا مداريا خلال الساعات القليلة القادمة. وللمزيد من المتابعة معنا من واشنطن مراسلة تلفزيون دولة الكويت داليا الكومي. داليا، ما هي آخر المستجدات حول إعصار فلورنس والخسائر التي تسبب بها؟ نعم، رفعت السلطات عدد ضحايا الإعصار إلى 6 أشخاص إلى الآن، بالإضافة إلى انقطاع الكهرباء عن حوالي 1 مليون شخص. انقطعت وسائل الاتصال تماما بهذه المناطق، وطبعا الخسائر بالدرجة الأولى انحصرت في ولايتي كارولينا الشمالية بالدرجة الأولى والتي ضربها الإعصار على مدى 2 يومين متتاليين، ثم توجه قليلا إلى ولاية كارولينا الجنوبية حيث ضرب سواحل الولايتين على مدى 2 يومين الماضيين. الأنباء أكدت كلها أن فلورنس خلف دمارا هائلا وفيضانات مخيفة على حد وسائل الإعلام التي نقلت صورا بهذه المعاني، وبدأت السلطات عملية إجلاء إجبارية في المناطق الواقعة ضفي المحيط في ولاية كارولينا الشمالية بالأخص، وخاصة في منطقة كيب فير ومنطقة ليتل ريفر. وسائل الإعلام نقلت صورا تعكس خطورة الأوضاع في هذه المناطق المتضررة، واستمرت السلطات الأمريكية في تحذيراتها مهيبة بالمواطنين التخلي عن منازلهم. العديد من المواطنين آثروا البقاء في منازلهم وغلق هذه المنازل وتحصين النوافذ، وهذه الأوضاع أصبحت منتهى الخطورة بسبب عدم التصدي لهذا الإعصار المخيف. بالرغم من تخفيض المركز الوطني للأعاصير درجة خطورة الإعصار إلى عاصفة استوائية من الدرجة الأولى، إلا أن مزيدا من السيول منتظرا وسيتواجه أهالي ولايتي الكارولينز كما يطلق عليهم. الأهالي في هذه المناطق يهيبون بالسلطات في إنقاذهم، ووسائل الاتصال غير متوفرة، ويصفون هذه العاصفة بالأسوأ في تاريخ الولايات المتحدة، ثاني أسوأ عاصفة أو إعصار في تاريخ الولايات المتحدة، ويصفونه الأهالي بأنه كالوحش الذي لا يرغب في المغادرة. أيضا السلطات الأمريكية وهيئات الإغاثة على أهبة الاستعداد ويعملون على قدم وساق لمساعدة المتضررين وعمليات إجلاء واسعة ونزوح للأهالي من هذه المناطق. نعم، داليا الكومي مراسلة تلفزيون دولة الكويت، شكرا جزيلا لك، كنت معنا من واشنطن.